أبراج الحفرك هذه تحفر ثقوبا في الأرض، والغرض من الحفر عادة هو الحصول على نفط أو غاز. تعمل الأبراج على اليابس والماء، بعضها كبير والبعض الآخر صغير نسبيا. أبراج الحفر الكبيرة تحفر ثقوبا عميقة جدا، حوالي 20,000 قدم، أي حوالي 7,000 مترا وربما تزيد. أبراج الحفر الصغيرة يمكن أن تحفر 4,000 من الأقدام أو ما يساويها من الأمتار. يصنف العاملون في مجال صناعة النفط أبراج الحفر إلى 6 أنواع رئيسية. أبراج الحفر البرية أو الأرضية، وأبراج الحفر المرفوعة، وأبراج الحفر ذات المنصة الثابتة، وأبراج الحفر الغاطسة أو الإنغمارية، وأبراج الحفر شبه الغاطسة أو شبه الإنغمارية. وسفن الحفر